العناوين: وفاة طفلين بحريق ناجم من احتكاك كهربائي، وصية الشهيد على أعطايا. بطلب من الله إن شاء الله يرجعني على الدنيا، ارجع كل مال شغلتين. أول شيء لأكمل طريق الجهاد، وثاني شيء لأشرب مياه تجريك يعني. هنا احتجزت الراهبات وبدء معركة ما بعد يبدو. قضاء على آخر إرهابي موجود. ما بعد تفجير النبي عثمان الجراح تتكلم. حدا من أخواتي تغزل تأزوا وأهلي صابوا الشيء. صواريخ وتفجير سيارة قبل بلوغها هدفها. وفي النشرة: هناك دائما أمل. مساء الخير. تصفيات عامة على بارود يبرود، ومخزون المتفجرات سيصرفه الانتحاريون خبط عشواء في أي زمن وعند أي نقطة، بلا جداول مواعيد وبلا نقاط استهداف بعينها. فالمغادرون مع متفجراتهم وسياراتهم المسروقة والمفخخة يتحول إلى عبوات متنقلة، ومن هنا يكثف الجيش اللبناني عمليات الرصد والضبط والرماية إذا ما وقع على هدف. وصباحا فجر الجيش سيارة مفخخة ب 170 كيلوغراما من المتفجرات في الفاكهة رأس العين، فيما اتخذ الفوج المجوقل تدابير أمنية على الطرق الترابية والمعابر المؤدية إلى السلسلة الشرقية، وعزز مراكزه تحسبا لتسلل سيارات مفخخة ومسلحين إلى الأراضي اللبنانية، ونفذ عمليات الدهم من جرود الفاكهة إلى النبي عثمان واللبوي بعد ورود معلومات عن دخول 6 سيارات مفخخة. تزامنا وردت أنباء عن قصف تمهيدي لبدء عملية تفليت البلدة التي لجأ إليها جزء من المسلحين، ونفذ غارات على مرابض صواريخ في الجرود، حيث يرجح أنها أطلقت اليوم 3 صواريخ سقطت في اللبوي. أيام صعبة أمنيا تلف بعلبك الهرمل، المكان الأقرب لتفريغ مخزون ما تبقى من إرهاب من دون استبعاد التسلل نزولا نحو بيروت. وفي أول قرارات ما بعد البيان الوزاري، أعطى رئيس الحكومة تمام سلام توجيهاته لقائد الجيش العماد جان قهوجي باعتماد الحزم حيال المخلين بالأمن من البقاع إلى الشمال، حيث التعديات على المؤسسة العسكرية تضرب كل القرارات والمحرمات. لكن تعليمات سلام واجب تعميمها أيضا على عدد من الوزراء داخل الطاقم الحكومي، حيث هناك من حزن على يبرود أكثر من حزنه على مأساة طرابلس التي تسببت بإشعال نارها. ولولا وأد السيارات المفخخة من ينابيعها في منطقة القلمون لما كان صاحب معالي واحد في أمان. سقوط صواريخ على محيط اللبوي والنبي عثمان والجيش يفجر سيارة مفخخة في مكانها. فيما الأنظار كانت لا تزال شاخصة على مكان التفجير في النبي عثمان، كان الجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا في المنطقة بعد ورود معلومات عن تسرب 6 سيارات مفخخة. اشتبه فوج المجوقل بشيروكي فضية اللون كان يقودها شخص ويسير خلفه شخص آخر على دراجة نارية، ولما شعرا بأنهما تحت المراقبة تراجل سائق السيارة رباعية الدفع ليقله سائق الدراجة ويفرا إلى جهة مجهولة. بعد تفتيش خارجي فضل الجيش عدم تفكيك العبوة نتيجة تعقيدها، ففجرها عن بعد بصاروخ RPG بحضور قائد فوج المجوقل الذي أشرف على العملية بنفسه. ما أن كثف الجيش انتشاره قاطعا بعض الطرقات بالسواتر الترابية حتى سقط على بلدة اللبوي 4 صواريخ قدرها الجيش على أن مصدرها الأراضي السورية،
فيما كان الرأي من أحد المنازل المصابة مخالفا. وطروا لنا الجو اللي عم نحاول نحن نهديه، وعم نحاول ان نشدون لاهل عرسيل، وامبارح فتحنا الطريق بالقوه وعملنا نحن اهل ضيعتنا، وعم نقول نحن افتحوا عرسيل بقى للدوله، افتحوا عرسيل للدوله، انتم ما بقى فيكم للسوريين بقلب عرسيل، واللي حاميين السوريين بقلب عرسيل معروفين بالاسم، بدي سميه مصطفى بطائيه عم يخرب عرسيل والمنطقه، مصطفى بطائية هذا عم يخرب بيوت الناس، عامل مستشفى ميداني للنصرة ولداعش. نحن عم ناشد أهل عرسيل الشرفة بقى يبينوا عن شرفهم ويبينوا عن كرامتهم. الناس ما بقت تقعد تحت القصف والصواريخ ونقعد نقول أهلنا وإخوتنا، ما بقى تتحمل المسألة. نحن بنناشد أهل عرسيل يفتحوا بقى للدولة، ونحن بنطلع بكلنا بدمنا بنوقف حدهم وبنوقف معهم وبنوقف على التلال نحميهم. تخمين الملاحظ هن مفكرين إيه؟ جاي من يبراود، مش هون يبراود، يبراود محل هناك، هناك اللي بده يعمل بطل يعمل بطل هناك. والصاروخ اجى علي من تلي من هون من ظهر عرسيل، من بين اللبوي وعرسيل. وبتمنى عن الناس الأوادم بعرسيل ما يعني أزلوا، ما ضليت إلا أني لحالي، هذا الطريق ممنوع ينفتح، لأنه لو قتلني صاروخ الله ما بيمرق واحد من هون. ووسط أجواء تتزايد احتقانا بين البلدتين الشقيقتين، ترتفع الأصوات المطالبة بإعادة وصل من قطع عبر تواصل مباشر بين عرسال واللبوي، وبغير الصواريخ الطائرة في الجو قبل وقوع فتنة مخاطرها لا يمكن حصرها في منطقة واحدة. من اللبوي، جاد غصن، قناة الجديد. النبي عثمان تلملم آثار التفجير وشهادات للجرحى والمتضررين. وقف عندك. هذه الصور الأخيرة لشوارع النبي عثمان قبيل الانفجار. هذا هو الجراند شيروكي الذي يقوده الانتحاري، وهذه السيارة التي كانت تلحق به بعد الاشتباه بسائقه لتعترض مساره ويفجر نفسه بمن فيها، ويسقط الشهيدان عبد الرحمن القاضي وخليل خليل. في اليوم الثاني الأضرار هي الأضرار، أما الجرح الأكبر ففيما لا تراه العين. وهر الإزاز علي وخافت قمت وراحت قمت وراحت وخافت وما عاد فيني يعني إنه شيء، إنه حدا من أخواتي تأذوا وأهلي صابوا شيء وأنا ما بني شيء. ماشي الحال، ما حدا بوشي، ما حدا بشي، بس الله لا يوفقون، بس يضربوا الصواريخ ويموتوا العالي مني، ما بيسيبوا شيء، بس عنا الموت والشهداء اللي بتروح لنا، اني ما بيهتموا فيها، بس اني المهم بس يجيبوا لبنان من وراهم ويكسبنا. كنا بالبيت نحنا، الاولاد كانوا نايمين وتاني نهار عندهم مدرسه، فسمعنا صوت قوي، فركضت طلعت الاولاد انه الازازه مغطيهم بتخوته، صار عنا نوع من الرعب الكبير. بنتمنى انه تكون هيدي اخر مرحله رعب بعيشها اي لبناني. طلعت من القهوه عم بطلع بالسياره بسمع صوت، طلعت سياره ماشيه على الجنط ولحقنا سياره، هي كانت ماشيه على جنط سياره، ايه ماشيه لاقيها على الجنط، راح الدولاب لحقنا سيارات. بعدني عم بتطلع هيك ما بعد 30 متر وطلع الانفجار، ما حسيت حالي الا على الارض. انا كنت قدام الانفجار بشوي. شو شفت انت؟ جيب شيروكي كان عجان، قالوا لنا الشباب وقفوا ونزلنا بدنا نشوف، يعني قربنا على الرانج لنوقفوا وطلع الانفجار. الدولاب الوراني تعول عملة الشمال ماشي عجانت وعم يشحط وراه، والجيب لونه اسود ما له لا نمر لا من قدام ولا من وراه، وفي ماء كتير، في ماء غطس ما شفناه. شفت أنا سيارة على اليمين أمريكاني هيجي ودوليبا فزورين اثنين ماشي على الجانب شيروكي جراند شيروكي. فالحمد لله عناية إلهية لطفت فينا. خليل خيي والشهيد الحاج عبد الرحمن القاضي كانوا أصدقاء العمر، أصدقاء مطرح ما بده يروح الحاج عبد الرحمن القاضي، بيكون خليل معه على الخير على الشر على الحلوة على المرة، ورب العالمين أكرمنا بهاي الشهادة وأكرمهم بالشهادة هاي. قائد عبد الرحمن يا حبيبي كنت بدي العالم، يا حبيبي أنت يا عمي، نحن على خط الإمام الحسين، على خط المقاومة، على خطك يا سيد حسن نصر الله، شبابي كله مقدم
الله يحفظهم يا رب، يحفظ الشباب المقاوم يا رب. نفتخر بشهادة عبد الرحمن، شو بدنا نقول؟ نقول إنه هو ضحى بحياته وفدى الناس الطيبة الموجودة وفداكم. الحمد لله اللي فدى هالشباب كلها بدمه، الحمد لله. إن شاء الله بيكون هو فدى عن كل هالعالم، عن كل هالشباب يا رب. نواب فعاليات المنطقة تركز عملها على وأد الفتنة التي تبقى هي الغاية من وراء كل التفجيرات. هو طريقة حرب جبانة مقابل حرب مواجهة، يعني هؤلاء الجماعات التكفيريين الإرهابيين يخسرون على أرض المعركة، وفي نهاية كل معركة يهربون بينما يهددون في بدايتها، فيأتون لينتقموا من الأبرياء العزل، يحاولون إيصال السيارات إلى أماكن مكتظة بالسكان، ولكن اللطف الإلهي ووعي الشباب والقوى الأمنية والجيش يوقف يعني أهداف هؤلاء. وعلى الرغم من كل شيء الحياة تستمر، ومكان التفجير يعاد فتحه، ودائما الأمل بأن يكون هذا التفجير التفجير الأخير. جاد غصن، قناة الجديد. الجديد تدخل المنزل حيث احتجزت جبهة النصرة راهبات دير معلولة. تقرير رامز القاضي. هذه المباني تقع في أحد أرقى الأحياء في مدينة يبرود، اتخذتها جبهة النصرة مقارا لها منذ أن سيطرت على المدينة، كما خصصت بعضها لمعتقلاتها من بينهم راهبات معلولة اللواتي اختطفن من دير مرتقلة قبل أن يتم تحريرهن قبل أسبوع. هون كانوا الرهبات صحيح؟ جبهة النصرة الخلبية هي الجهة اللي خطفت الرهبات هون بهيدي فيلا حسواني. إذن في هذه الفيلا، فيلا حسواني، تم احتجاز حرية الراهبات. يقال أنه لأكثر من 3 أشهر مكثوا هنا في هذه الفيلا قبل أن يتم تحريرهن. كانوا الراهبات هم موجودين، وفي التصوير اللي صوروهن نفس المكان. يعني عندكم معلومات أنهن من أول ما أجوا أقاموا بهذه المكان؟ من أول ما أجوا لحتى أخذوهن هون، حتى يعني صارت المبادرة والتحرير. حصرتوا على شيء بدل على هوية هالمجموعات المسلحة؟ طبعا هون كان في ذخيرة وفي سلاح وفي كمان محلات فيها دم وفي كمان تبوت في قذائف هاون كان. وهويتهم يعني كان في واحد حدا منهم الكويتي او شيء اللي مات يمكن؟ نعم مظبوط، كان في كويتي وفي سعودي، وهذا كانوا عاملينه خاص جدا، يعني هذا مقر يعني سري، يعني كاتبين تحت ممنوع حد يدخل لهون نهائيا. هنا يقول من التقيناهم في المدينة بعد دخول الجيش السوري إليها أن الراهبات مكثوا قبل ذلك في منزل آخر في القصير، ولكن ما هو مسار الرحلة من الوجهة السورية؟ ايه في هون وفي براس العين لجوا كمان. وين؟ براس العين. هيدي أول مرة جابونا هون ولا تاني مرة؟ تاني مشوار. لا هون تاني مشوار لهون. براس العين؟ وين براس العين؟ والله تقريبا من هون شي كيلو كيلو واحد كيلو. هلا اذا الطريق من هون بده يسلكوا بيروحوا صوب اللي مثل اخذون، لانه اخذون سلمون بجرود عرسال، بيروحوا من هون على رنكوس، الطريق من تحت على رنكوس عفليطه على عرسال. على عرسال، على عرسال. هنيك راح المسار من هنيك. ربما هي الصدفه وحدها لمن يؤمن بالصدف قادت الى تحرير الراهبات قبل ايام على سقوط المدينه. من مدينه يبرود، رامز القاضي، قناه الجديد. بعد استعادة السيطرة الكاملة على يبرود، الجيش السوري يكمل المعركة ويتعهد القضاء على آخر إرهابي. تقرير من يبرود لرامز القاضي. ساعة ونصف تفصلك من الأراضي اللبنانية إلى يبرود، اسم المدينة السورية التي لمع نجمها في البلدين الجارين. في سوريا وصفت بأنها معقل المعارضة المسلحة وعاصمة القلمون، وفي لبنان ضبطت متلبسة في تصدير السيارات المفخخة التي كانت تعدها مجموعات تابعة لجبهة النصرة. كل هذا بات من الماضي، المدينة في قبضة الجيش السوري. هذه قارة بوابة القلمون من الناحية الشمالية، كانت المفتاح الذي قاد الجيش السوري عبر دير عطية والنبك وصولا إلى الجراجير والسحل، ومنها أسقط يبرود في 36 ساعة.
سقوط المدينة التي تبعد 80 كيلومترا شمالية دمشق فاجأ حتى الجيش السوري وقواته الخاصة التي استدرجت المسلحين إلى هذه المعابر من جوسي في الأقصير وصولا إلى تخوم جرود عرسال للقتال في أكثر من 18 معبرا، والتفت عليهم من تلة القطر والكويتي فأوقعتهم في كفي كماشة. فكانت بداية التقهقر لسيما لمقاتلي النصرة الذين فقدوا أكثر من 13 قائدا ميدانيا. بعد أحكام الجيش السوري سيطرته على هذه التلال المشرفة على مدينة يبرود، فر عدد كبير من مقاتلي النصرة وغيرها من الفصائل المقاتلة في المدينة باتجاه رنكوس التي تبعد حوالي 15 كيلومترا لتشكل هي النقطة الاستراتيجية التالية للجيش السوري. بدأ الانسحاب إذن لأكثر من 1000 مسلح باتجاه رنكوس وعسال الورد وفليطة وجرود عرسال في لبنان. كانت العملية على مرحلتين، المرحلة الأولى هي احتلال التلال العالي والمشرف على يبرود، المرحلة الثانية هي كانت هجوم القوات البرية باتجاه يبرود، تم بسط السيطرة خلال 48 ساعة. كانت المواجهة داخل المدينة وحول المدينة، ولكن سقطوا تحت قوة ضربات الجيش العربي السوري، وأبطال الجيش العربي السوري استطاعوا قهر السلاسل اللي شايفينك أمامكن، ما بيصعب عليهم قهر المدينة. اليوم الخطوة التالية أو عسكريا بالمعسكري، أنتم اليوم الوجهة باتجاه رنكوس، القضاء على آخر إرهابي موجود وتطهير منطقة قلمون بالكامل. إسقاط هذه التلال من يد المعارضة لسيما تل مرمرون باستعمال المباغتة والاقتحام أفقدهم المبادرة، كما المواقع الاستراتيجية فسقطت المدينة عسكريا لتخفف بذلك من الالتحام المباشر في الأحياء الداخلية. كان في تحصينات على عدة مراحل، المرحلة الأولى كانت في مزارع ريمان، المرحلة الثانية كانت على رؤوس التلال من خلال السواتر الترابية، والمرحلة الثالثة كانت على مداخل المدينة وفي الأحياء الفرعية أو الشوارع الفرعية الممتدة من المدينة. تم إغلاقها من قبل المسلحين بحواجز ترابية وتفخيخها بأشراك خداعية أو ألغام من أجل إيقاف تقدم الجيش العربي السوري، ولكن سلاح المشاة عندما تقدم في الأبنية المحيطة في الشوارع برفقة عناصر الهندسي، قام عناصر الهندسي بتفكيك هذه الألغام والأشراك وتأمين المنطقة، ثم تم إزالة هذه السواتر بالجرافات. كان الاشتباك على بعد أحيانا عشرات الأمتار فقط لا غير من بناء لبناء. عند الوصول إلى ساحة يبرود التي تتوسط المدينة تم التفرع إلى كافة الاتجاهات من خلال هذه الشوارع الممتدة إلى نهاية يبرود. يقول الجيش السوري أنه باستعادة يبرود أمن طريق دمشق حمص وصولا إلى الساحل السوري، أما الخطوة التالية فهي رنكوس لإحكام الطوق على كامل جبال القلمون. انتهت معركة يبرود رسميا، معلنة بذلك انتهاء معركة القلمون استراتيجيا لصالح الجيش السوري، وإن كان بعض النقاط لا يزال في مرمى النيران. من أحد الشوارع في قلب مدينة يبرود التي شهدت اشتباكات عنيفة، رامز القاضي، قناة الجديد. أهلا بكم جديد. وصية الشهيد علاء موسى عطايا، وفاة طفلين من جراء حريق في زحلي، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. أحيا حزب الله وأهالي بلدة طير حرفة في سور ذكرى مرور أسبوعين على شهادة علاء موسى عطايا بحضور حشد من الأهالي وفعاليات المنطقة، وعرضت خلاله وصية الشهيد علاء. بطلب من الله إن شاء الله يرجعني على الدنيا، يرجع كل مال شغلتين، أول شيء لأكمل طريق الجهاد، وثاني شيء لأشرب ميات جريكين. سامحيني على كل شيء بي، شو بدنا نقول له؟ سامحني إذا غلطت قصرت بحقك، وغلطت كتير أنا، مش عارف شو بدي أقول لك يعني. توفي الطفل رامي ياسر حمدان 5 سنوات وشقيقته راما 4 سنوات وهما لبنانيان من جراء حريق اندلع في منزلهما الكائن في سهل الكرك زحلي. وفيما رجحت مصادر أن يكون سبب الحريق احتكاكا كهربائيا، رجحت مصادر أخرى أن الحريق ناجم من مدفأة الحطب في المنزل وامتداد النيران إلى السجادة، ما أدى إلى وفاة الطفلين في أثناء وجود ذويهما خارج المنزل. ونقل الطفلان إلى مستشفى الهراوي الحكومي وبشرت التحقيقات لكشف أسباب الحادث. دغيلك يال، دغيلك يال،
غيلك يا الله، بطلب من الله يلا يعطيني بدين بس ما بدي. في إطار متابعة موقف الكتائب اللبنانية من البيان الوزاري، زار رئيس حزب الكتائب أمين الجميل رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية بعد زيارة النائب سامي الجميل للسرايا، الذي خرج من دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول عند اللزوم منحكي. أما الوالد فكسر جدار الصمت بتصريح مقتضب. كل بيعرف موقفنا من موضوع البيان الوزاري والاعتراضات اللي أدلينا بها، فكان كلام صريح مع دولة الرئيس، ونتأمل وأنا عندي كذلك أمر في لقاء مع فخامة الرئيس في قصر بعبدة بالقريب العاجل، نتأمل على ضوء كل هالاتصالات اللي عم نعملها ناخد بعض سموها بتكون إيضاحات إذا قدرنا نوصل لإيجابيات. وكان سلام قد استدعى قائد الجيش العماد جون قهوجي إلى السرايا للاطلاع منه على التقارير المتصلة بعرسال ومحيطها، وتطرق الاجتماع إلى أحداث طرابلس الأخيرة والإجراءات المتخذة لضبط الأوضاع فيها، وطلب من قيادة الجيش اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع في المناطق البقاعية الحدودية وحماية المدنيين وصون الاستقرار في عرسال واللبوي والبلدات المجاورة. ودعا سلام القوى السياسية الفاعلة في عاصمة الشمال إلى تقديم كل الدعم للجيش والقوى الأمنية في مهامها وعدم توفير أي جهد لإنقاذ المدينة من براثن العابثين بأمنها. كما زار قائد الجيش عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. في خلال إطلاق منسقية طلاب المردة، توجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجي إلى شباب تياره بالقول: نحن براغماتيون نتأقلم مع المرحلة من دون التخلي عن مواقفنا وثوابتنا، إلا أننا نتنازل في بعض الأحيان لمصلحة الخط العريض للتحالف. اليوم كلكم تتساءلوا ليش نحنا نعطي حلفائنا أكثر من اللزوم، ليه نحنا أوقات بننسجم مع حلفائنا أكثر من اللزوم، أوقات بنسلفهم بدون ما هن يسلفونا، لأنه نحنا ما عم نعطي حلفائنا، نحنا عم نعطي قناعاتنا السياسية، عم نعطي خطنا، عم نقوي خطنا، عم نقوي اللي نحنا مؤمنين فيه على المدى الطويل. استحوذت الذكرى 37 لاستشهاد كمال جنبلاط على الحيز الأكبر من الموقف الأسبوعي للنائب وليد جنبلاط، إذ شكر جميع الذين اتصلوا وشاركوا في هذه المناسبة، وقال: لا شك في أن كمال جنبلاط كان سابقا لأوانه في قراءة الكثير من التحولات الكبرى في المنطقة العربية، ولكن شاء القدر أن يذهب في ذلك الأوان وللقدر توقيته، ولعل ذاك التوقيت وفر عليه أن يعيش مشاهد الانحطاط غير المسبوقة في السياسة اللبنانية التي وصلت إلى درجة من انعدام الأخلاق السياسية التي لطالما تمسك بها. وسأل جنبلاط: هل نذكر تلك الليلة الليلة ليلة الحشر، حشر الحكومة لنفسها في الساعات الأخيرة لاستيلاد البيان الوزاري، وحشر المواطنين في سياراتهم لساعات وساعات بسبب الإجراءات الأمنية التي رافقت مهرجان الشعر والبلاغة، حيث ألقيت أبدع الخطب وأرق الكلمات وأعذبها مع المطولات الرنانة الطنانة التي قلما اكترث لها المواطنون المعتقلون على الطرقات بانتظار الفرج؟ يواجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي خضع لعملية جراحية في القلب في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بتهمة المشاركة في القتل والتحريض عليه. وقد تقدم بالدعوى المحامي طارق شندب بوكالته عن المواطن زاهر الحجيري والد الأطفال الخمسة الذين استشهدوا في 17 من شهر كانون الثاني العام الجاري من جراء الصواريخ المتساقطة من الأراضي السورية على بلدة عرسال الحدودية. أكيد وليد المعلم ما بتمتع بحصانة، لأنه نحن بدنا نشير لعدة أمور. أولا، استقر الاجتهاد والفقه الجنائي الدولي على اعتبار أنه لا حصانة في ملاحقة المسؤولين والرؤساء في الجرائم الدولية. ثانيا، النظام الذي ينتمي إليه وليد المعلم لم يعد دولة بالمعنى القانوني، فجامعة الدول العربية لم تعد تعترف بالنظام السوري كممثل للشعب السوري، بل أصبح الائتلاف السوري هو الممثل الشرعي للشعب السوري في جامعة الدول العربية. وبما أن لبنان عضو في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها وقراراتها حسب نص الدستور اللبناني، فإن المدعو وليد المعلم لم يعد محميا بحصرته كوزير خارجية.
وردا على الدعوة أكدت آراء قانونية أخرى للجديد أن المعلم بصفته وزير خارجية يتمتع بحصانة أقرتها حتى محكمة العدل الدولية، والحصانة لا تسقط إلا في ظروف معينة حددتها محكمة العدل الدولية. بوتين يصدر مرسوما رئاسيا للاعتراف بالقرم، تعيين دانييل روبشتاين مبعوثا خاصا جديدا للولايات المتحدة في سوريا. اللواء سليم إدريس يشن هجوما على الجربة، الإخوان يرفعون علم تنظيم القاعدة في جامعة الأزهر، وأخبار أخرى في بانوراما الدولية للزميل باسل العريضي. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا للاعتراف بالقرم دولة مستقلة ذات سيادة، على يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في نفس يوم إقراره من قبل الرئيس. وجاءت الخطوة بعدما أظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجري حول الانفصال عن أوكرانيا في شبه جزيرة القرم أن ما يزيد عن 96.6% من المصوتين أيدوا الانضمام إلى روسيا. الرد الأوروبي على الاستفتاء جاء خلال اجتماع في بلجيكا قضى بمنع 21 مسؤولا روسيا وأوكرانيا من دخول الأراضي الأوروبية، كما جمدت ممتلكاتهم في أراضي دول الاتحاد. تزامنا كانت الإدارة الأمريكية تؤكد استعدادها للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لفرض أثمان إضافية على روسيا، في وقت هددت بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء بسبب مخالفته الدستور الأوكراني وبعزل روسيا دوليا. هذا فيما كانت شبه جزيرة القرم تتابع خطوات الانفصال، حيث باشرت العمل لدمج نظامها المالي مع روسيا وحل الوحدات العسكرية الأوكرانية وتأميم ممتلكات الدولة الأوكرانية. وتعد شركات النفط والغاز أول المستهدفين من هذا القرار، وضبط التوقيت على توقيت موسكو وتعديل القوانين الضريبية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تعيين دانييل روبنشتاين مبعوثا خاصا جديدا للولايات المتحدة إلى سوريا، خلفا للسفير روبرت فورد الذي ترك بصمة واضحة على خريطة المعارضة السورية. وجاء تقاعد فورد بناء على طلبه الشخصي، أما روبنشتاين فقد خدم في عواصم مختلفة من تل أبيب إلى تونس وعمان وبغداد وصولا إلى دمشق، كما شغل منصب مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية بين عامي 2004 و2005. البعض يقول عن روبنشتاين إنه مجرد بيروقراطي يأتي لينفذ قرارات الإدارات الأمريكية، بينما يتهمه آخرون بالتقرب من اللوبي الإسرائيلي ويسند في ذلك إلى أصول عائلته. شن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر السابق اللواء سليم إدريس هجوما على رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربة ووزير الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة أسعد مصطفى، واتهمهما بنقض الوعود. واتهم إدريس كلا من وزير الدفاع أسعد مصطفى وبعض أعضاء مجلس القيادة الأركان 30 بتلقي مبالغ مالية في مقابل تصويتهم على إقالته في اجتماع عقد قبل أسابيع. وكانت الخلافات قد عصفت بقيادة أركان الجيش السوري الحر بعدما رفض اللواء سليم إدريس قرار إقالته من منصبه الذي أصدره المجلس العسكري الأعلى في منتصف فبراير شباط الماضي، على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بتراجع دوره وانقطاع صلاته بالقادة الميدانيين وغيابه عن ساحة القتال وسوء توزيع السلاح والأموال. رفع طلاب في جامعة الأزهر ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين علم تنظيم القاعدة أثناء قيامهم بتظاهرات داخل حرم الجامعة. ووضعت الجامعات إجراءات استثنائية صارمة لمواجهة أي أعمال عنف في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة. وقال مسؤول في إدارة الجامعة إن الطلاب الذين رفعوا الأعلام تم التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة، وإنه جاري حصرهم لتحويلهم إلى المجلس التأديبي. وأشار إلى أن جامعة الأزهر زادت داخل حرمها أعداد الأمن الإداري الذي لا يتبع لوزارة الداخلية، وأنشأت حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية تحسبا لتظاهرات الطلاب. الآن نبقى مع النشرة الفنية التي أعدتها دارين شاهين. مساء الخير. بعد مرور 3 سنين على الأزمة السورية هناك أمل، حملة أطلقت من لندن تحديدا، خلينا نشوف عن شو عم بحكي. On March 15th, 2014, the world will wake up to the third anniversary of the bloody conflict in Syria. Paper cup
الظهور. Carry her, carry me. From the place we were born to the land of the free. غالباً ما نسلط ضوء من خلال نشرتنا الفنية على الكليبات الجديدة لأهم الفنانين العالميين، ولكن هذه المرة لفتنا هذا الكليب الذي انطلق من لندن من خلال حملة هناك دائماً أمل مع سوريا أو هاشتاج with Syria التي تتعاطف مع الأطفال السوريين بعد مرور 3 سنوات على الأزمة السورية، أزمة أودت بحياة أكثر من 100,000 رجل وامرأة وطفل وشردت أكثر من نصف سكان سوريا. From the place we were born. I want to help those children in Syria and I want to try and stop the war because they're not having, well, there's lots of kids there who are feeling really ill and many are dying. We are calling for the Syrian authorities to end the sieges to ensure that humanitarian food and medical supplies are able to enter the country to cross conflict lines and that the people of Syria can live with some dignity. الإثارة والجرأة المفرطة هي صارت سيدة الموقف بكل الكليبات اللي عم نشوفها أخيرا بهوليوود، وآخرون كليب جيلو. خلينا نشوف. أطلت الممثلة أنجلينا جولي برفقة ابنتها فيفيان البالغة من العمر 5 سنوات في صورة مبهرة جديدة، الصورة من فيلم ماليفيشنت لأنجلينا حيث تلعب فيفيان دور الأميرة أورورا، وبدت في الصورة تشبه والدها النجم براد بيت. الفيلم من إخراج روبرت ستونبرغ ومن المقرر أن يطرح في الصالات السينمائية في 30 أيار. ويتناول الفيلم قصة ماليفيشنت وهي فتاة شابة جميلة صاحبة قلب طاهر، حياتها مثالية ترعرعت في غابة يعم فيها السلام إلى أن جاء اليوم الذي غزاها جيش وهدد الانسجام على أرضها، وتصبح ماليفيشنت أشرس حامية، ولكنها في نهاية المطاف تعاني من الخيانة التي لا ترحم مما يحول قلبها إلى حجر. I love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, yeah I'm a puppy, I love you, love you, love you puppy. I'll put it down for a brother like you, give it to you right in the car, that's you. Make it first, give you some of this, that's you, and you're all out loving that J love true. أطلقت النجمة جينيفر لوبيز فيديو كليب أغنية ألا يا بابي، وذلك من خلال برنامج أمريكان آيدل. تغني جينيفر الأغنية برفقة المغني الفرنسي فرانش مونتانو. Started from the bottom, baby, then we went roof. Cause I love my puppy. I didn't see it, but I see it now. Think I love you, and I need you now. Ain't had nothing like you in a while. I love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. Yeah, that's my puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. I love you, love you, love you, puppy. I love you, puppy. Un, deux, trois, quatre, quand tout va mal. When life goes wrong, try for a little French song. French song are maybe démodée. قررت الفنانة الفرنسية كارلا بروني الزوجة السابقة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن تقوم بجولة في عدد من المدن الفرنسية دعما لألبومها الجديد Someone Told Me، ومن المقرر أن يصدر هذا الألبوم في 22 من شهر أذار لينطلق في باقي المناطق الفرنسية. French song will take you to Paris. هيدا كانت نشرتنا، باي. كان في النشرة وفاة طفلين بحريق ناجم من احتكاك كهربائي. وصية الشهيد علاء عطايا. بطلب من الله إن شاء الله
رجعني على الدنيا، رجع كل مال شغلتين. أول شيء لأكمل طريق الجهاد، وثاني شيء لأشرب ميات جريك يعني. هنا احتجزت الراهبات وبدأوا معركة ما بعد يبرود. قضى على آخر إرهابي موجود. ما بعد تفجير النبي عثمان الجراح تتكلم. حدا من أخواتي تغزوا وأهلي صابوا الشيء. صواريخ وتفجير سيارة قبل بلوغها هدفها. كان في النشرة هناك دائما أمل. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.